عادل عبد العزيز. مساء الخير باشمهندس عادل. خير يا استاذه، اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا فندم، اهلا ازي بيك. حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك كله طيب. تمام وحضرتك طيب. الله يخليك يا فندم. المنافذ والمجمعات اللي تبعكم اللي بتعرض باسعار مخفضه. لو كلمنا على المبادره بتاعه تخفيض اسعار السلع اللي طرحها معالي رئيس الوزراء أيوة. اعتبارا من يوم السبت 14/10 الماضي، نعم، متضمنه تخفيض اسعار لعدد تقريبا ما يقرب من 48 سلعه، من اهم السلع الاساسيه اللي بتهم المواطن المصري. ولو قلنا السلع دي طبعا زي السكر والرز والزيت والمكرونه، الفول، العدس، منتجات الالبان، اللحوم، البيض. لو شفنا حضرتك التخفيضات او نسب التخفيضات في اسعار هذه السلع، المواطن شاف بالفعل من خلال 1300 منفذ تابعه للشركه القابضه او شركات السلع التابعه للشركه القابضه. بالفعل النهارده بيخش اي فرع استهلاكي تابع للشركه القابضه او شركات السلع، نعم، هيلاقي هذه السلع موجوده بالفعل، وهيلاقي نسب التخفيضات بتتراوح من 15% الى 25%. اخذت على سبيل المثال بعض الاصناف ونشوف مقارنات بسيطه كده، يعني لو قلنا السكر الحر النهارده المعدل السكر بقى، قبل ما تقولي الحر النهارده المعدل بكام، قريت تصريح من الشعبه بيقولوا انه في تجار يعني خبوا كده السكر وقالوا بعد المبادره ما تخلص نطلعه باسعار عاليه. السكر بقى عندك بكام؟ احنا عشان حضرتك يعني نمنع الموضوع ده، بالفعل طرحين كميات كبيره جدا من السكر الحر المعبأ اللي كان في السوق وصل ل 35 و40 جنيه، احنا بنطرحه عندك بكام؟ ب 27 جنيه للكيلو السكر. السكر ب 27 جنيه. الرز مثلا في نوعين من الرز، الرز البلدي العريض الحبه الكاميلينو بدل من 28 جنيه بنطرحه ب 22 جنيه. كلمني عن الجوده. الرز ده كاميلينو، معنى بقول معاليك الرز عريض الحبه كاميلينو 2، يعني الكسر 5% الى 8%، ده ب 22 جنيه مطروح بالفعل. الرز المستورد الهندي عشان برضه نلاقي السعر اللي هو بدل 25 جنيه بقى ب 20 جنيه. الدواجن انواعها، البيض من 150 جنيه ل 125 جنيه. تمام، دلوقتي بقى 125 جنيه يا فندم. الدواجن عندنا النوعين، في مستورد وفي محلي، وكميات كبيرة جدا. يعني المستورد عندنا مثلا الكيلو ب 85 جنيه. المحلي الكيلو ب 105 جنيه. هايل. اللحوم البرازيلي المجمدة الكيلو بدل 190 جنيه 160 جنيه. والمعبأة هتلاقيها في معبأة في أطباق وفي أكياس فوم محترمة ب 170 جنيه. تمام. جميع أنواع الجبن، التتراباك، الألبان، نزلنا من الألبان مثلا من أسعار 39 جنيه و35 جنيه إلى 29 جنيه و28 جنيه في بعض الأصناف. اللبن؟ اللبن يا فندم تتكلم جد؟ والله يا فندم. طب هايل. إن شاء الله يعني إحنا عندنا تصوير بيجوب السلاسل كلها بتاع الشركة القابضة، وبالفعل بيصوروا ده على الطبيعة، والمدى الإقبال مش عايز أقول لحضرتك. المواطن المصري بنقول له اتفضل خد احتياجاتك كاملة، انت موجود سكر، رز، زيت، مكرونه، عدس، فول. يعني مش عايز اقول لحضرتك العدس مثلا النص كيلو ب 22 جنيه اللي بيتباع النص كيلو بره ب 30 جنيه. تمام. الفول بدل النص كيلو ب 15 بنبيع ب 12 جنيه. تمام. الجبنه التتراباك اللي هي مثلا ب 18 ربع كيلو ب 18 جنيه بتبيعه ب 16 جنيه. هايل. النص كيلو الجبنه اللي بتباع ب 33 و34 ب 25 جنيه. عندك. طبعا في منافذ الشركه القابضه والشركات. طب ما تكلمني عن اللحمه بسرعه. فلو كلمنا عن اللحمه احنا زي ما قلت لمعاليكي ان الحمد لله عندنا اكتر من 1150 طن
ل 1200 طن من الدواجن المحليه المذبوحه تابعه من الاتحاد العام للدجاني. أيوة. معروضه في فروعنا، كذلك اللحوم الطازه واللحوم المجمده. قلت لحضرتك اللحوم المجمده ب 160 بدل 190، اللحوم الطازه السوداني ب 220 جنيه، المسيلها طبعا كان 240 250. الحيه المصريه بكام؟ انا بقول لمعاليك ب 220 جنيه للكيلو الطازه. هايل هايل حضرتك. هايل اللي عايز اضيفه برضو كمان، النهارده كان في يعني طبعا الشركه سريعا باشمهندس سعيد، الشركه القابضه ما لا تألو جهدا في التواصل ان هي وفرت كوبونات بفئات من 50 جنيه الى 500 جنيه. أيوة. عشان تتيح للمواطن ان يقدر ياخد احتياجاته، يخش بالكوبون 500 جنيه ياخد عايز 2 كيلو لحمه 3 كيلو لحمه بالاضافه للسكر والزيت وكافه انواع السلع. الفئه الجديده كان الكوبون بكام قبل ما يبقى ب 500؟ كان ب 50 و100 و200 و250 و300، الفئه الجديده ب 500، وتم يعني توفير كوبونات ب 300 مليون جنيه. هايل. من خلال البنوك، البنك الزراعي وبنك الطعام والساده اللي محتاجين، احنا اهلا وسهلا بيهم في اي وقت. أشكرك أشكرك، شكرا جزيلا، بشكرك باشمهندس عادل، شكرا جزيلا.